سلام لكل القديسين في المسيح يسوع. النهارده الحلقه رقم 3 من سلسله التطور التاريخي للطقوس والعقائد المسيحيه، والحلقه بعنوان كيف ظهرت كنائس الطوب ومعابد الحجر. الهدف من اي دار عباده او معبد او هيكل او مكان مقدس ان يكون مكان التقاء الاله بالانسان. كل المعابد الوثنيه واليهوديه وحتى الجوامع ده الهدف الاساسي منها، عشان كده بيسموها اماكن مقدسه، مقدسه لانها مخصصه لعباده اله معين ولشعب معين. وعشان نفهم بدايه قصه المعابد والكنائس اللي بالطوب، لازم نرجع لاول سفر التكوين ونعرف فين مكان حضور الاله الحقيقي يهوه في الارض. اول حضور لالهنا الحقيقي يهوه على الارض كان في جنه عدن في تكوين. جنه عدن دي كانت مكان التقاء السماء بالارض زي ما قلت قبل كده في كذا حلقه. وزي ما اغلبنا عارفين، مشروع جنه عدن فشل بسقوط الانسان ادم وحواء وطردهم من الجنه واختفاء السماء او انفصال السماء على الارض، واصبحت الارض بلا حضور اله. كانت النتيجه لاختفاء جنه عدن اللي كانت فوق جبل زي ما قلنا قبل كده في حزقيال 28، حاول البشر يصنعوا بديل لجنه عدن، وده كان القصه بتاعه برج بابل، ان هم بنوا هرم او زجرات او جبل مقدس او برج مقدس، وفوقيه كان غالبا بيحطوا مسبح او معبد كمكان لالتقاء الانسان بعالم السماء او بعالم الالهه. كان بيبقى في مكان هيكل او معبد، ومن هنا جات اسم بابل، باب ايل او باب الاله. كلمه بابل معناها باب ايل، واللي فسرها بعد كده اليهود كسخريه من اللي حصل، فسروها كمان بمعناها باب ايل معناها بلبله الالسنه. ساعتها يهوه نزل وبلبل الالسنه، لان يهوه منع المشروع الاساسي او الفكره الاساسيه انها كانت محاوله لبناء حكومه عالميه يكون مركزها البرج والهيكل اللي هو باب الاله ده، وتكون اول دكتاتوريه عالميه تحكم العالم كله باسم الالهه او باسم عالم السماء. لكن حلم الانسان بعودته لجنه عدن، باللقاء الاول اللي حصل ما بينه وبين يهوه، كان موجود ما اختفاش. ففي الاسفار العبريه هنلاقي باستمرار ان يهوه بيحاول يوصل من جديد للبشر عشان يقيم معاهم علاقه وعشان يحقق الامنيه بتاعتهم انهم يكونوا بحضوره المستمر. من الامثله اللي هي في العهد القديم لقاء يعقوب مع يهوه في بيت ايل، لما لقي مكان ونام فيه وحلم ان فيه سلم بين السماء والارض والملائكه طالعه ونازله عليه، وحلم ان يهوه موجود على نهايه السلم في السماء، وسمى المكان ده ساعتها بيت ايل، ونصب حجاره في المكان ده وعمل مسبح. بيتكلم في سفر التكوين بيقول: فافاق يعقوب من نومه وقال: حقا يهوه في هذا الموضع وانا لم اعلم. ومنها برضو مثلا قصة العليقة المشتعلة اللي حصلت في خروج 3، لما ظهر يهوه لموسى وسط الشجرة المشتعلة بالنار، ساعتها قال له: اخلع عليك، انت واقف على الارض المقدسة. وبعد كده قال له على معنى اسمه، وقال له: اذهب لبني اسرائيل قل لهم اهي اشر اهي او يهوه ارسلني اليكم. نفس الكلام حصل مع موسى فوق الجبل، لما يهوه ظهر لموسى فوق جبل سينا في خروج 19، لقاء موسى مع يهوه فوق الجبل كانت استعاده لنفس اللحظه اللي حصل في جنه عدن لما كانوا ادم وحواء في لقاء مستمر مع يهوه فوق جبل جنه عدن. وعشان كده بيقول الوحي: واما موسى فصعد الى الهيم فناداه يهوه من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر ابناء اسرائيل: رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وتمسكتم بعهدي تكونون لي ملكا خاصا من بين كل الشعوب، لأن لي كل الأرض، وتكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها أبناء إسرائيل. وقتها يهوى ورى موسى نسخة سماوية من خيمة الاجتماع، والكلام ده مذكور في خروج 25 و26. وكأن يهوى كان بيعيد الحلم القديم، وجود هيكل سماوي مقدس يجتمع فيه يهوى مع البشر من جديد زي جنة عدن، التقاء السماء بالأرض. وعلشان كده خيمة الاجتماع اللي عملها موسى كانت صورة للأصل السماوي اللي وراه يهوى لموسى فوق الجبل. لما اتبنت خيمة الاجتماع وبعدها هيكل سليمان، كان المكان ده مكان التقاء السماء بالأرض، مكان التقاء يهوه مع البشر. وكان ده بيحصل عادة في مركز خيمة الاجتماع أو الهيكل اللي كانوا بيسموه قدس الأقداس اللي كان فيه تابوت العهد. وكان الكلام اللي قاله يهوه لموسى لما بيقول له: وأنا سأجتمع بك هناك وأتكلم معك من فوق الغطاء بين الكروبين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى أبناء إسرائيل. وقدس الأقداس ده كان أقرب ما يكون لجنة عدن في تصميمه، وكان تقصيا مسموح لرئيس الكهنة بس مرة واحدة في السنة يوم الكفارة أو يوم كيبوريم أو يوم كيبور، إنه يدخل يكفر عن أو يغطي المكان ده بالدم علشان تطهير المكان من تلوثات بني إسرائيل وأخطائهم. ولما جه الملك داود
حب يبني هيكل ليهوى، قال لي مش معقولة أبقى أنا ساكن في قصر ويهوى يسكن في خيمة. ولكن يهوى قرر إن داوود في إيديه دم كتير وملطخ بالدماء والحروب، فقال له لأ أنا هخلي ابنك سليمان هو اللي يبني لي هيكل. وفعلا سليمان بنى هيكل ليهوى وطلب حضوره، وقال له ساعتها إن سماء السماوات لا تسعى، ولكن إحنا بنطلب ونتمنى إن حضورك ومجدك يملى الهيكل ده، وإن كل اللي يطلب منك شيء في وسط الهيكل ده إنك تسمع من السماء وتستجيب. ولكن لأن سليمان انحرف وبدأ يعبد آلهة أخرى مؤقتا وبعد كده رجع تاب، كانت النتيجة إن يهوى عاقبه وشق المملكة بتاعت بني إسرائيل إلى مملكتين، مملكة في الشمال من 10 أسباط ومملكة في الجنوب من سبطين يهوذا وبنيامين، وكانت فيها هيكل سليمان اللي اتبنى واللي كان فيه قدس الأقداس وكان فيه تابوت العهد. لما انحرفت مملكة يهوذا الجنوبية وبدأت تمشي هي كمان وراء آلهة أخرى وتعبد آلهة تانية غير يهوى، كان عقابهم انهم وقعوا تحت اسر بابل. لما بداوا يعبدوا آلهة بابل واشور، يهوى قال لهم ان العقوبة بتاعتكم ان انتوا زي ما بتعبدوا آلهتهم انا هخليكم تقعوا اسرى تحت هذه الممالك. كان الجزاء من صنف العمل. ومن ضمن الناس اللي راحوا الاسر شخصيتين مهمين جدا في العهد القديم، واحد اللي هو اسمه حزقيال وده كان كاهن، وواحد اسمه دانيال كان رجل دوله وكان رجل سياسه ولكنه بعد كده هيكون نبي، والاثنين كتبوا اسفار باسمهم اثناء وجودهم في سبي بابل. حزقيال شاف وهو في السبي في بابل رؤيه غريبه جدا، رؤيه ان مجد يهوى كان على شكل ابن انسان قاعد على عرش وحواليه من اربع جهات كروبيم او ملائكه شايلين العرش ده، وان المجد ده او العرش ده اترفع من هيكل سليمان اللي كان موجود في اورشليم وقتها، شال واترفع من الهيكل ليه؟ لانه ساعتها كان يهوى بيقول له حزقيال بيقول له انتم سبتوا اورشليم مع الفوج الاول من السبي قبل ما الهيكل يتدمر، لكن الهيكل انا همشي منه وانا سايبه يبقى خراب لان انتم عبدتم الهه اخرى جوه هيكل سليمان المفروض اللي كان مخصص ليا وحده. شاف الرؤيا ان مجد يهوى ترك قدس الاقداس، وكانت بقيه رساله حزقيال وعد ان مجد يهوى او سكناه او اللي بيسموه بالعبري الشكيناه، شكيناه اللي هي سكن يهوى او مسكن يهوى، هيرجع في هيكل اعظم. ولكن الهيكل الاعظم ده لو احنا قرينا مقاييس الهيكل ده في سفر حزقيال بالتفصيل اللي هيكون في المستقبل، تفاصيله ومقاييسه عمرها ما تمت حتى لما رجعوا من السبي وبنوا الهيكل من جديد، عمر من المقاييس كانت مطابقه للهيكل اللي وصفه حزقيال في الرؤيه بتاعته. وكأن الهيكل المستقبلي ده هيكل مختلف، هيكل ما ينفعش يتصنع باليد البشريه، ده هيكل هيصنعه يهوى شخصيا للبشر. وده الكلام اللي اكده هوشع النبي لاكد ان اسرائيل هتقعد فتره طويله بلا افود ولا تابوت ولا هيكل ولا ذبيحه، فقال في السفر بتاعه لان بني اسرائيل سيقعدون اياما كثيره بلا ملك بلا رئيس بلا ذبيحه بلا تمثال بلا افود وترافيم، بعد ذلك يعود بني اسرائيل ويطلبون يهوى الههم وداود ملكهم ويفزعون إلى يهوى وإلى جوده في آخر الأيام. يعني جنة عدن اللي كانت موجودة مؤقتا جوا قدس الأقداس واتشالت هترجع من جديد لما يهوى يرجع وينقذ شعبه، لما شعبه يرجع من كل قلبه ويعبد يهوى من جديد. ودي نفس الفكرة الرجل التاني اللي في السبي اتكلم عنها اللي هو دانيال النبي. دانيال كان برضه في سبي زي حزقيال بالظبط، كان بيحلم في اليوم اللي ينتهي فيه السبي ويرجع تاني بني إسرائيل إلى أرض الموعد ويبنوا الهيكل من جديد يحل فيه مجد يهوى من جديد. وكان أرى دانيال ساعتها أن أرميا النبي تنبأ أن السبي هيستمر 70 سنة، فكان في اشتياق أن السبي ده يخلص، وخصوصا أن أيام دانيال كان 70 سنة قربت تخلص، فكان متوقع في أي لحظة أن السبي هينتهي وهيرجع بني إسرائيل تاني يبنوا الهيكل بتاعهم ويرجعوا لأرضهم أرض الموعد بتاعتهم في أرض إسرائيل. وعشان كده دانيال ذكر في السفر بتاعه حلمين، دانيال حلم حلم ونبوخذ نصر ملك بابل اللي كان بيشتغل عند دانيال حلم حلم تاني، والاثنين تقريبا مراية من بعض. في حلم نبوخذ نصر اللي مذكور في سفر دانيال، نبوخذ نصر شاف تمثال ضخم راسه من ذهب وبعد كده صدره من فضة، بعد كده يمشي بالتدريج يدخل على نحاس وبعد كده حديد وبعد كده في الآخر رجلين التمثال من خزف، وبعد كده في صخرة بتتقطع من جبل عالي والصخرة دي بتنزل زي ما تكون نازلة من السماء وهتنزل تحطم رجلين التمثال الخزف وتقف مكانه، وبعد كده الصخرة دي هتكبر تدريجيا لحد ما تملى العالم كله. ما فسره دانيال قال انه في ممالك، انت يا نبوخذ نصر المملكه بتاعتك مملكه ذهبيه، هتيجي بعدها مملكه فضيه، بعد كده مملكه نحاسيه، بعد كده هتيجي مملكه من حديد وخزف هتكون هشه، مملكه يهوى هتكون على شكل صخره
هتتقطع من فوق جبل في السماء وتنزل تحطم كل الممالك دي وتقف مكانها وتبقى هي المملكة اللي تثبت للأبد. وده نفس الحلم اللي حلمه دانيال بعد كده لما حلم بأربع وحوش مختلفة كل واحد كان ليه وصفه المخيف، وبعد كده حلم ان بعد الاربع وحوش دي هيظهر حكم ودينونة من السماء من عند يهوى للاربع وحوش دي كلهم هيدمروا وهيطلع مكانهم ابن الانسان شكله شكل انسان وليس شكل وحش، يعني هو هيشيل الوحوش او الممالك الوحشية وهيحط مملكة جديدة على شكل ابن الانسان. ابن الانسان ده بعد كده هيصعد للسماء ويجلس على عرش جنب قديم الايام اللي هو يهوى. الممالك في حلم نبوخذنصر كانوا عباره على شكل تمثال هيحطمهم في الاخر مملكه يهوى على شكل صخره، في حين ان في حلم دانيال الممالك كانت على شكل وحوش وكان اللي هيحل مكانهم ابن الانسان، وده اتسمى في سفر دانيال المسيح الرئيس. الحلم بتاع دانيال والحلم بتاع حزقيال ان في حاجه كبيره هتحصل، حضور يهوى وسط العالم او في وسط الانسان مش هيبقى مجرد حضور في جنه صغيره او في معبد او في قدس الاقداس، ده هيبقى حضور على مستوى العالم كله، مملكته هتملى العالم كله. فقصه الاسفار العبريه كلها من سفر تكوين لحد سفر ملاخي كلها بتدور حوالين المملكه والهيكل اللي فقدهم الانسان الاول في جنه عدن. كل الكلام ده فضل غامض لحد ما وضحت الصوره اكتر لما ظهر الهيكل الجديد في ملء الزمان. ايه الهيكل الجديد اللي ظهر في ملء الزمان؟ ظهر الهيكل الجديد لما تجسد يهوى شخصيا في يشوع المسيح، اصبح جسم يشوع هو هيكل يهوى الجديد اللي بيحل فيه ملء اللاهوت جسديا. جنه عدن الحقيقيه اصبحت انسان بيمشي على الارض، مكان التقاء الانسان بيهوى هو يهوى المتجسد الانسان يسوع المسيح. مجد يهوى اللي ارتفع في هيكل سليمان القديم ايام السبي رجع من تاني في جسم انسان كامل هو يشوع المسيح، وده اللي قاله يوحنا في الانجيل بتاعه لما قال يشوع المسيح خيم في وسطنا، يقول والكلمه تجسد لحميا وخيم بيننا فراينا مجده مجد ابن وحيد الجنس من الاب ممتلئا نعمه وحقا. وبكده اتحققت نبوءه ملاخي القديمه اللي كان بيقول وسياتي السيد الذي تطلبونه فجاه الى هيكله، الهيكل بتاعه هيتملي من جديد، سياتي رسول العهد الذي تتهمون به فمن يحتمل يوم مجيئي. وعشان كده لما تسأل يشوع لما اليهود سألوه عن الهيكل فقال لهم ايه؟ قال لهم اهدموا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيمه. فساعتها اليهود استغربوا قالوا في 46 سنة بني هذا الهيكل، بيتكلموا على الهيكل بتاع الطوب اللي اتبنى بعد العودة من السبت، افأنت في ثلاثة ايام تقيمه؟ يوحنا بيعلق يقول واما هو فكان يتكلم عن هيكل جسمه، كان بيتكلم عن جسمه، الهيكل ده هيموت ويتحط في القبر 3 ايام وهيقوم من الموت، هيتهدم وهيبنيه هو في 3 ايام. لكن يشوع ما اكتفاش بكده، رجع وشبه جسمه بحبه قمح او حبه خردل، الهيكل ده هيتحول الى حبه خردل او حبه قمح، هتموت وتتدفن في الارض، زرع في الارض وتموت وتطلع منها شجره كبيره. يعني هو وضح ان جسمه اللي هو الهيكل ده بعد الصليب والقيامه هيتحول لشجره كبيره هتكون هي الكنيسه. وبكده اعلن ان البشر نفسهم المؤمنين بيه هيكون هيكونوا في يوم من الايام هم جسمه هم الهيكل الجديد بتاعه. وبكده هيكون الهيكل الجديد في العهد الجديد مش هيكل مبني من حجاره من طوب، لا ده هيكون هيكل معمول من البشر. وده نفس الكلام اللي قاله استفانوس ساعه ما كانوا بيرجموه، قبل ما يترجم على طول كان بيقول لكن العلي لا يسكن في بيوت صنعتها الايدي، بيوت من الطوب هو ما بيسكنش فيها، كما يقول على لسان النبي السماء عرش لي والارض موطئ قدمي فاي بيت تبنون لي يقول يهوى واي مكان هو راحتي. اتحقق الكلام ده كله في يوم الخمسين، استفانوس كان بيتكلم على يوم الخمسين ويسوع كان بيتنبأ عن يوم الخمسين لما نزل الروح القدس على هيئة ألسنة نارية على كل الكنيسة اللي كانت مجتمعة في العلية، فكانوا مشتعلين بالروح القدس بالنار السماوية دي، كانوا يشبهوا بالظبط العلية المشتعلة بالنار اللي ظهر فيها يهوى لموسى في خروج من 3، حضور يهوى على الأرض بس فين؟ في البشر، من خلال البشر في أجسام البشر اللي أصبحوا هيكل الروح القدس. وده اللي بطرس أكده لما قال كونوا أنتم أيضا حجارة حية مبنيين بيتا روحيا، ورجع بولس اتكلم وقول نحن هيكل يهوى الحي كما قال يهوى إني سأسكن فيهم وأسير بينهم. هسكن فين؟ مش هسكن في هيكل سليمان، مش هسكن في قدس
الأقداس، مش هسكن في جنة عدن، هسكن فيهم هم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. وكتب برضو بولس بيقول أما تعلمون أنكم هيكل يهوى وروح يهوى يسكن فيكم. مين هيكل يهوى دلوقتي؟ الهيكل اللي كان موجود في جنة عدن، الهيكل اللي موجود في قدس الأقداس في خيمة الاجتماع أو في هيكل سليمان اللي اتدمر بعد كده وارتفع منه مجد يهوى، رجع الهيكل فين؟ مجد يهوى رجع فين من جديد؟ رجع في الإنسان يسوع المسيح اللي مات واتدفن وقام وتحول جسمه إلى كنيسة كاملة، شجرة كاملة مليانة بحضور يهوى بحضور روحه القدوس. في الكنيسة في كل أسفار العهد الجديد معناها جماعة المؤمنين، وكان اجتماعهم لكسر الخبز كان في البيوت، ما كانش فيه مباني مقدسة ولا أماكن مقدسة معينة لازم يجتمعوا فيها، بدون طقوس، بدون رجال دين محترفين. مفيش أي دليل صريح من العهد الجديد كله إن لفظ كلمة كنيسة أو إكليسية باليوناني بيتكلم فيها على مبنى أو طوب أو مكان معين مخصص لعبادة المسيحيين، بالعكس. ذكر مثلا ان بولس وقت الصلاه في مدينه تراوس في سفر اعمال بيقول اجتمع مع الكنيسه لكسر الخبز. اجتمع معاهم فين بقى؟ في غرفه علويه في مبنى ما لهوش اي ذكر، ولا كان عليه صليب من فوق، ولا كان فيه مسبح من جوه، ولا كان فيه هيكل، ولا حامل ايقونات، ولا الكلام ده كله. نفس الكلام قالوا على بريسكيلا واكيلا، كانوا راجل وست وعاملين كنيسه في بيتهم لانهم كانوا من الاعيان او من الناس الاغنياء اللي امنوا بالمسيح، فكان بيتهم بيستعمل للصلاه. بولس بيتكلم عليهم في رسالته في كورنثوس الاولى بيقول يسلم عليكم في يهوى كثيرا أكيلا وبرسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. الكنيسة فين؟ في بيتهم. وفضل الأمر كده بدون ذكر لأي مبنى كنسي خاص أو كنيسة كمصطلح لمبنى الطوب أو دور عبادة خاص بالمسيحيين في أول 300 سنة في المسيحية. واحد من علماء اللاهوت ودراسات العهد الجديد اسمه جريدون سنايدر يقول لا يوجد دليل من الكتابات أو إشارة من الأثر الحفريات على أن أي منزل من هذا القبيل قد تم تحويله إلى مبنى كنيسة قائم، ولا توجد أي كنيسة كمبنى موجودة تم بناءها قبل زمن قسطنطين. نفس المؤلف ده بيذكر في كتاب آخر بيقول كانت الكنائس الأولى تجتمع باستمرار في المنازل حتى عام 300 ميلادية لم نعرف أي مباني شيدت من الأول ككنائس، مفيش مباني اتبنت من الأصل مؤسسة إن ده مبنى مقدس اسمه كنيسة. الكنائس هي البشر يحضروا في أي مكان، أي اجتماع ليهم إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم، ده يبقى كنيسة. أي اثنين مجتمعين باسم يسوع يهوى المتجسد تصبح كنيسة. نفس الكلام قاله العالم اللاهوت الأسترالي روبرت بانك. روبرت بانك بيقول المسيحية التي هزمت روما كان مركزها البيوت. في القرن الثالث نتيجة زيادة عدد المسيحيين تم توسيع بعض بيوت المسيحيين الأثرياء عشان يستوعبوا أكبر عدد من المؤمنين اللي بيصلوا مع بعض، وده كلام اللي أكدته الحفريات في وجود أول بيت مسيحي تحول أو توسع شوية، هو البيت اللي مسمى دورا يوروبيوس. دورا يوروبيوس ده مبني سنة 232 ميلادية والحفريات بتاعته موجودة لحد دلوقتي. لكن في القرن الثالث برضو بدأ يظهر بعض المشاكل، عدد الشهداء المسيحيين كتر وبدأ المسيحيين يصلوا من أجل الشهداء دول، وبدأوا من المسيحيين برضو يصلوا فوق الأضرحة، يعني المكان اللي بيدفنوا فيه الشهداء يروحوا عند المقابر ويصلوا. بعد كده تحولت الأماكن والمقابر دي إلى شبه دور عبادة، يعني دي المكان اللي بيرتلوا فيه وبيصلوا فيه، وأحيانا يوزعوا أكل أو شرب على بعضهم تذكارا للناس اللي توفوا أو استشهدوا على اسم يسوع. فتحولت بعض المقابر إلى أماكن عبادة، ومن ضمنها المقابر اللي استخبى فيها المسيحيين تحت الأرض في روما اللي بيسموها الكاتاكومز. الكاتاكومز دي كانت مقابر تحت الأرض كان بيدفن فيها الناس تحت الأرض في روما، وكان المسيحيين بيستخبوا فيها وبدأوا يعملوا صلواتهم واجتماعاتهم كلها هربا من الاضطهاد الروماني تحت الأرض في الكاتاكومز دي. ما كانش مبنى هما اللي بيبنوه، ده كانوا بيستغلوا المكان ويحولوه إلى مكان عبادة ليهم لأن هما مضطهدين في بيوتهم فوق الأرض، فنزلوا وهربوا تحت الأرض في الكاتاكومز. ولحد القرن الثالث لحد الفترة دي عمر ما كان في مبنى اتبنى من الأول وتخصص من الأول ده بتاع المسيحيين، ده مبنى عبادة المسيحيين أو معبد المسيحيين اللي بيعبدوا فيه إله. مكنش في حاجة اسمها كده، مفيش أي معبد مسيحي اتبنى يخص الصلاة أو العبادة أو كسر الخبز. نيجي بقى لزمن قسطنطين في القرن الرابع. قسطنطين كان اول امبراطور روماني يعترف بالمسيحيه، لكنه ما حولهاش الديانه الوحيده، كان خلاها من ضمن الديانات المعترف بيها في الامبراطوريه الرومانيه، يعني بجانب وجود الديانات الوثنيه حط معاهم الديانه المسيحيه، وبما ان امه كانت بتميل للديانه المسيحيه وهو نفسه كان بيميل للمسيحيه اصبحت الديانه السائده، ولكن هو نفسه لم يمنع الديانات الاخرى الوثنيه من الوجود في الامبراطوريه الرومانيه. لكن العجيب ان قسطنطين الملك كان ليه بعض الحاجات اللي تثير الشك
في إيمانه المسيح. أول حاجة أنه ظل محتفظ بلقب بونتيفس ماكسيمس. بونتيفس ماكسيمس ده اللقب بتاع رئيس كهنة الأوثان، لأن الإمبراطور كان يعتبر رئيس الكهنة في أيام الإمبراطورية الرومانية. فقسطنطين لما ورث اللقب ده أنه هو إمبراطور، فضل محتفظ بلقب بونتيفس ماكسيمس. ولما بنى القسطنطينية اللي سماها على اسمه، بدا يزينها بزينة من المعابد الوثنية. بعض المؤرخين بيقولوا انه استعمل تعاويذ سحرية علشان يحمي محاصيل القسطنطينية من اي ارواح شريرة او اي اضرار. وكمان من الحاجات الغريبة انه ما اتعمدش الا قبل ما يموت. سنة 337 ميلادية اتعمد قسطنطين في نفس السنة اللي مات فيها، وكان التعميد بتاعه على ايد اسقف اريوس، هو اسقف نيقوديمية، يوسابيوس النيقوديمي. يوسابيوس النيقوديمي كان اسقف اريوسي، لم يعترف بمجمع نيقوديم. والاعجب من الموضوع ده انه قسطنطين الملك زيه زي اي امبراطور روماني كان متوحش، بمعنى انه هو قتل ابنه ومراته، ابنه كريسبس ومراته فاويستا، قتلهم علشان يمنع اي مؤامرة تحاك ضده. وقسطنطين ده هو نفسه اللي اسس او بدأ يبني دور عبادة للمسيحيين. اول واحد بدأ يؤسس مباني خاصة للعبادة عند المسيحيين، او يبني معابد مسيحية على شاكلة المعابد الوثنية، كان قسطنطين الملك. وبكده لاول مرة من زمن يسوع بدأ المسيحيين يبنوا معابد زيهم زي اليهود والوثنيين اللي حواليه، ونسيوا انهم بحسب العهد الجديد هم نفسهم الهيكل، هم نفسهم المعبد المقدس اللي مبني من حجارة حية زي ما بطرس كان بيقول. والكلام اللي بقوله ده موجود في قصة حياة قسطنطين اللي كتبها يوسابيوس القيصري المؤرخ الكنسي المعروف. قال يوسابيوس القيصري إلى جانب ذلك، بيتكلم على قسطنطين، أعطى من موارده الخاصة فوائد باهظة الثمن لكنائس الإله من خلال توسيع ورفع الصروح المقدسة وتزيين الأماكن المقدسة للكنيسة بتقدمة وفيرة. بدأ يقدم فلوس وعطايا عشان يبني دور عبادة للمسيحيين. وبعد كده قسطنطين بعت رسالة ليوسابيوس، بيكتبها يوسابيوس في كتابه حياة قسطنطين، فبيقول فيها الرسالة من قسطنطين يوسابيوس بخصوص الكنائس التي تترأسها أنت، وكذلك الأساقفة والقصوص والشمامسة في الكنائس الأخرى الذين تعرفهم، عليك تحذير الجميع على أن يكونوا متحمسين في اهتمامهم بمباني الكنائس. يعني يا جماعة أنا بديكم أمر، خليكم متحمسين، لأن طبعا أكيد كان في ناس مش فارق معاهم بنا دور عبادة، لأن هم عارفين إن هم بيعبدوا إلههم وإن هم الهيكل. وبدأ قسطنطين يبني معابد مسيحية كبيرة، وخلى تصميمها على نظام البازيليكا أو النظام المستعمل لبناء المعابد الوثنية اللي كانت موجودة في الوقت ده، لأنه مش هيألف، هيجيب منين التصميم المبنى أو المعبد؟ هيجيبه من المعابد المتاحة جنبيه. غريب جدا ان المعابد دي كان بيبقى موجود فيها مذابح في النص عشان يذبحوا عليها الحيوانات، فهو حط المذبح المسيحي برضو في نص، وده كان بداية ترسيخ فكرة المذبح المسيحي اللي ذكرته في الحلقة اللي فاتت. وتم وضع كرسي مخصص للأسقف جنب المذبح، سموه كافيدرا. الكرسي بتاع الأسقف اسمه كافيدرا، ودي كلمة لاتينية معناها العرش، وجات منها كلمة الكاتدرائية بعد كده. يعني الأسقف أصبح له عرش يجلس عليه كملك متوج في أيام قسطنطين الملك. بدأ قسطنطين يعمر قسطنطينية أو المدينة بتاعته، وعلشان يجذب ليها المسيحيين فبدأ يبني فيها بقى معابد مسيحية كتير قوي، يسميها كنائس ويحطها على أسماء الرسل والشهداء. منها مثلا مبنى كنيسة القديس بطرس، المفترض أنها تكون فوق المقبرة اللي مات فيها القديس بطرس لما استشهد في روما، وواحدة تانية للقديس بولس، وواحدة تالتة بناها فوق قبر المسيح اللي في أورشليم. وده اللي أكد يوسابيوس كان بيتكلم أن قسطنطين بعت رسالة بيقول لذلك أرغب على وجه الخصوص في إقناعك بما أفترض أنه واضح للجميع، أنني لا أهتم إلا بالطريقة التي يمكنني بها تزيين تلك البقعة المقدسة. كان بيتكلم فيها على منطقة القبر بتاع يسوع ومنطقة الجلجسة، بدأ يبني عليهم دور عبادة، وواحدة تانية في بيت لحم من مكان ميلاد المسيح. بدأ قسطنطين يتوسع في مشروعه لبناء المعابد المسيحية اللي أصبحت تسمى كنائس، منهم حوالي 10 مباني للعبادة بناهم في روما لوحديها. نفس الحكاية ذكرها يوسابيوس بالنسبة للمعابد القسطنطينية، بدأ يميز المدينة بشرف خاص يحمل اسم المدينة اللي تحمل اسمه القسطنطينية، فقام بتزيينها بالعديد من الصروح المقدسة، نصب تذكارية للشهداء نطاق واسع أو غيرها من المباني الأكثر روعة، ليس في داخل المدينة القسطنطينية فقط بل في المحيط بتاعها كمان. وبالتالي في نفس الوقت قدم تكريما لذكرى الشهداء، وبنى كنائس في مدينة نيقوديمية، وبنى معابد فوق بيت لحم فوق جبل الزيتون. طبقا لكلام يوسابيوس، قسطنطين بنى 12 تمثال للتلاميذ ال 12 ووضع المقبرة بتاعته بينهم. والكلام ده هو اللي قاله ليوسابيوس، بيقول بعد ذلك باشر بناء كنيسة تخليدا لذكرى الرسل في المدينة التي تحمل اسم، رفع هذا المبنى الى ارتفاع شاسع، زينه ببراعة وتغليفه من الاساس الى السطح بالوان رخامية والوان مختلفة، شكل السطح الداخلي بعمل زخرفي دقيق،
غشاب الذهب، وكان الغطاء الخارجي الذي كان يحمي المبنى من المطر من النحاس، يعني حط السقف بتاعه من النحاس بدل من البلاط، وكان ايضا مزينا بشكل رائع وغزير بالذهب، ويعكس اشعه الشمس ببراعه ابهرت الناظر من بعيد. وبعد كده يرجع يكمل في الفقره اللي بعديها: لقد اختار في الواقع هذه البقعة توقعا لموته. يعني ليه بنى بقى كنيسة بتاعت كل الرسل ال 12 دي وحط فيها 12 تمثال؟ علشان كان متوقع موته، فتوقع بحماسة إيمانية غير عادية أن يتشارك بجسده، يعني الجسد بتاعه لما يدفن في المكان ده في لقبه مع الرسل، يعني يبقى هو الرسول بقى رقم 13، وأنه يجب أن يصبح بعد الموت محطا وموضوعا للعبادات التي يجب أن تؤدى لكرامتهم في هذا المكان. يعني زي ما المسيحيين بيروحوا يقدموا كرامات وعبادات لجثث الرسل اللي مدفونه في المكان ده او للنصب التذكاريه بتاعت الرسل، يقدموا كمان هم التكريمات والعبادات لقسطنطين الملك اللي مدفون في نفس المكان. وبناء على ذلك اسس نصبا لاثنى عشر نعشا في هذه الكنيسه في شكل اعمده مقدسه تكريما وذكرى لعدد الرسل، ثم وضع وسطها قبره وعلى كل جانب منها سته اعمده للرسل. والاغرب من كده بقى عشان نختم الموضوع، ويقول قسطنطين وصف نفسه ان هو نفسه اسقف، يعني مش مجرد ان هو امبراطور، لا ده هو كبير الاساقف. يوسابيوس قيصري كتب الكلام ده في كتابه عن حياه قسطنطين، بيقول: وليس دون سبب انه ذات مره استضاف مجموعه من الاساقف، قسطنطين الملك ذكر انه هو ايضا اسقف، فخاطبهم في جلسه الاستماع لما قعد معاهم بالكلمات التاليه: انتم اساقفه اختصاصكم داخل الكنيسه، انا ايضا اسقف مكلف من الاله لمراقبه كل ما هو خارج الكنيسه، يعني انتم بتوع الكنيسه من جوه وانا الاسقف الكبير اللي ماسك الكنيسه من بره. من الكلام ده نفهم ان قسطنطين الملك من القرن الرابع نجح يحول مسار الكنيسه كلها بعد اكثر من 300 سنه في اتجاه مخالف تماما عكس اتجاه اسفار الوحي. بعد ما كان الهيكل في العهد الجديد هو جسم يسوع اللي اصبح حجاره حيه من البشر يسكنها الروح القدس اللي هم احنا المؤمنين، رجع قسطنطين ولف 180 درجة وحول اتجاه الكنيسة إلى بناء معابد من الطوب، وكأنه رجع للعهد القديم تاني. وحتى مش كده وبس، أخذ كتير من المعابد الوثنية ولم يلتزم حتى بتركيبة وتنظيم وشكل هيكل سليمان ولا خيمة الاجتماع في بناء دور العبادة المسيحية. يعني هنلاقي خيمة الاجتماع قدس الأقداس اتجاه الغرب مش اتجاه الشرق، في حين حاليا قدس الأقداس أو المذبح الطقسي اللي موجود في الكنيسة أو المركز بتاع العبادة اتجاه الشرق، عكس اتجاه قدس الأقداس اللي كان موجود في خيمة الاجتماع قديما. وكأنهم حتى قلبوا اتجاه العبادة بتاعت العهد القديم، فلا هم حققوا عبادة العهد القديم ولا حققوا حتى مظاهر العبادة الوثنية. ولما رجع قسطنطين وحول الكنيسة لطوب، الهيكل تحول لحجارة، المذبح السماوي أصبح مذبح أرضي طقسي ويتقدم عليه ذبيحة يسوع. والعجيب لما بدأ يحط كرسي الكاتيدرا أو العرش بتاع الأسقف، تحول تلقائيا منصب الأسقف من خادم إلى سيد ملك مطاع يجلس على عرش يحتل مكان المسيح في الكنيسة. فأنا ما أقدرش أختم الحلقة دي غير أن نقول بمنتهى البساطة: اذكر من أين سقطت وتب، عاملا أعمالك السابقة، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولإلهنا يهوى الآب والابن والروح القدس كل المجد والكرامة والمملكة إلى أبد الآبدين، آمين.